عليكم، كي دايرين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنديروا واحد السلطه الدفروي تكون صحيه وجميله ومنعشه. اذا هنا اش غادي ندير؟ يعني كل واحد يقدر يدير الفواكه اللي بغى ان شاء الله. هنا غادي ناخذ عصير واحد 4 ديال الليمونات هنايا بحال هذا الشكل. هنا غادي ان شاء الله ناخذ التفاح اللي غادي نقطعوه مربعات صغيره كما تشوفوا خصناه. الا بغيتوا تخلوا ليه هذا الشيء القشور ديالو خليوها، راه هي فيها الفيتامينات. بغيتوا تحيدوها حيدوها. اذا غادي نحاول انا نقطعها هكا صغير. على الشكل هنا غنزيد اناناس هنا عندي في العلب اللي عندك بحال هكا ديري. هذا بغيت نديرو حاجه اخرى. اذا ناخذ الاناناس حتى الى شط لكم شفتو نسدوه نخلوه في الثلاجه ولا غادي نعصروه ان شاء الله. هنا عندي الخوخ، هنا شتى الخوخ تا هو غادي نقطعو. الا كنتو غتستعملوه يعني فهاديك اليومين الجايه ديرو في الثلاجه، سينو ديرو في الكونجيلاتور باش يبقى عندكم مده طويله. هنا ناخدو الموز البنان يعني الفواكه اللي كانت عندكم ديروها، كان عندكم الكيوي كان عندكم يعني توا ديروها. هنا عندي واحد نص حامضة غادي نديرها فيها هنا لداخل. هنا غنزيد التوت هنايا كنزيد عليه انا واحد شويه ديال العسل عندي بيو. العسل هذا كيجي تا هو كيعطي واحد المذاق زوين. بغيتو تزيدو العسل زيدو، ما بغيتوش يعني لا داعي. هذه واحد الكميه بحال هكا. اذا الشكل النهائي كتجي بحال ما هكا ان شاء الله تعجبكم، وكنقول لكم بالصحه والراحه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.